السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد عماد من قناتي المتواضعة. ده اكتر فيديو حرفيا اتطلب مني، وهو فيديو ازاي نلاقي فندق في القاهرة. انت كسائح جاي القاهرة، ازاي تعرف تختار فندق من وسط كل الفنادق اللي موجودين في القاهرة دول، اذا كان فندق 3 نجوم 4 نجوم 5 نجوم او المنطقة اللي تختار فيها الفندق، لان القاهرة مليانة كمية فنادق رهيبة. القاهرة احنا بنقول عليها دولة في حد ذاتها من كتر ما هي حجمها كبير وفيها مزارات كتير، ويعني ما تاخدش معاك 5 6 7 8 ايام، يعني محتاج اكتر من كده كمان. المهم ازاي تختار الفندق بتاعك. اول حاجة او قبل ما نبدأ في الفنادق والمناطق والكلام ده، انا حابب اقول زي رأيي في الموضوع ده. اول حاجة، انت لما بتيجي القاهرة هنا انت ما بتقعدش في الفندق، يعني انت مش مضطر ان انت تاخد فندق حاجة فخمة او فندق يكون جامد، يعني 5 نجوم او 4 نجوم كمان والله، لان انت بتيجي القاهرة هنا انت بتصحى 9 الصبح، تاخد بعضك تنزل تروح تزور المزارات، بتفطر تتغدى تتعشى بره، يعني انت مش محتاج من الفندق اكل. ده اول حاجة. تاني حاجة، انت اصلا مش قاعد له في الفندق، لان انت بترجع على الساعة 12 واحدة بالليل وممكن 2 بالليل، لان القاهرة هنا مدينة ما بتنامش، فانت بتسهر براحتك زي ما انت عايز، فانت بالتالي الفندق ده بتستخدمه كمكان للنوم بس، اكتر من كده لا. فيبقى ليه تروح تدفع فلوس كتير في فندق 5 نجوم، في فندق بيقدم لك حياة الرفاهية، وانت اصلا الفندق ده مش هتنام فيه. انا في رأيي الشخصي، وفر فلوسك وخد فندق 3 نجوم او هوستل يا عم، ان انت بس مكان يكون مريح للنوم، يكون حاجتك تكون في امان، فلوسك باسبورك لو سبته في الفندق الكلام ده، هدومك وحاجتك تكون في امان، بس انت مش محتاج اكتر من كده. مكان يحفظ لك حاجتك ومكان تنام فيه وتكون حاسس براحه. بس ده رايي في الموضوع ده. نخش بقى في موضوع الفنادق. اول حاجه، احنا عندنا الفنادق بتبتدي من $10 ل$15، دول الهوستل والفنادق الثلاث نجوم بس. في الحاله ديت الغرفه مش هتبقى لوحدك، هتبقى معاك ناس في الغرفه، والفنادق دي بيبقى في منها في مكانين، او الهوستلز دي بيبقى في منها في مكانين، في الداون تاون في وسط البلد في ميدان طلعت حرب، ده اول مكان. المكان الثاني بيبقى في الاهرامات، في وش الاهرامات على طول. دي الفنادق اللي هي رخيصه او بنقول عليها هوستلز، الليله بتبتدي من $10 ل$15. وحابب انوه ان كل الاسعار اللي هقولها في الفيديو هنا، الاسعار دي بتختلف، رقم واحد بتختلف على حسب المواسم، رقم اتنين ان الاسعار دي بيتضاف عليها من بوكينج 27% ضرايب، وبوكينج في مصر بيضيف ضرايب لان مصر بتاخد من بوكينج ضرايب. نرجع تاني، ان من $10 ل$15 دي الفنادق الثلاث نجوم، وبتبقى غرفه مش لوحدك وبتبقى هوستلز. طيب لو هنعلى بالباكج شويه، من $15 ل$20 دي الفنادق الثلاث نجوم بس غرفه لوحدك، هتقدر تقعد في غرفه لوحدك وهيبقى شامل الفطار. في الاول ما كانش شامل الفطار، لكن من $15 ل$20 ده بيبقى شامل وجبه الفطار. طيب لو هنعلى شويه وهنبقى من $20 ل$30، كده انت ما بين الفنادق الثلاث نجوم والاربع نجوم اللي شامل برضو الفطار. الفنادق الاربع نجوم في منها كتير، زي اركان بيراميدز موجود في الهرم، زي فنادق كتير موجوده برضو في الاهرامات، وفي برضو اللي موجود في وسط البلد زي حور محب موجود برضو في اول شارع الهرم. فنادق كتير جدا اربع نجوم ملهاش اول عن اخر موجوده، تقدر برضو ان انت تقعد فيها. طيب لو هنعلى بالباكج شويه بقى، بنتكلم من $40 لحد $100، انت كده دخلت في الفنادق الخمس نجوم اللي بتقدم لك، في منهم اللي بيقدم لك فطار بس، وفي انكلوزيف بيقدم لك فطار غدا عشاء اوبن بوفيه. زي ايه الفنادق دي يا محمد؟ زي فندق بيراميزا اللي موجود في الدقي، زي فندق هيلتون اللي موجود في التحرير، هيلتون رمسيس وهيلتون التحرير، وكونراد اللي موجود قصاد النيل اللي موجود جنب برج القاهره للتجاره. فالفنادق دي كلها بتقدم لك خدمه ملهاش اول من اخر، بس زي ما قلت لك انت مش جاي هنا علشان تقعد في الفندق، انت جاي عشان تستكشف القاهره، تنزل المناطق الشعبيه، تجرب الاكلات بتاعتنا، تحتك بالمصريين علشان تقدر ان انت تندمج في جو المسلسلات والافلام اللي انت بتشوفه دايما، ده اللي انت جاي تعيشه هنا. فانت مش جاي ان انت تقعد في الفندق حياتك النظيفه هتروح تعيشها في بلدك وهترجعها تاني. ده رايي، او ده دايما اللي بقوله لكل السياح اللي بقابلهم. اول حاجه النوم، انت هتنام براحتك في بلدك، مش شرط تنام هنا، ممكن تنام هنا 3 4 ساعات 5 بالكتير جدا، بس انت جاي هنا علشان تعيش اللحظه، فوقتك هنا لا يقدر بثمن. النوم ابقى عوض في بيتك. برضو حياه الرفاهيه ابقى عوضها في بيتك، عيش هنا حياه الشعب، اكل الشعب، عيش هنا في الفنادق العاديه اللي يوفر لك اللي انت محتاجه بس، لانك انت محتاج الفلوس دي توفرها، اللي الفندق هياخدها انت محتاج توفرها، تعمل بيها اكتيفيتيز ثانيه موجوده هنا في القاهره او في مدن ثانيه، ان انت مش جاي تزور القاهره بس. طيب يا محمد، نختار اني منطقه تكون احسن وتكون اقرب للمزارات السياحيه كلها؟ بص، في نوعين من الناس، في نوع بيفضل ان هو الاهرامات احسن مزار سياحي في العالم، فانا هروح اختار فندق يكون قدامه، فندق يكون بيطل عليه. في ناس بتحب كده، بس الناس ديت بيبقى اللي جنبها هو الاهرامات، مول مصر،
6 اكتوبر، مول العرب، دي الحاجات بس اللي جنبها، شارع الهرم، دي الحاجات اللي جنبهم. طيب لو هم حابين يروحوا بقيه المزارات السياحيه زي المتحف المصري، زي قصر المانستيرلي، قصر الامير محمد علي، متحف الحضاره، قصر البارون، الحاجات دي كلها دي الناحيه التانية، يعني انت كده في الجيزه ودي في القاهره، فانت كل الحاجات دي بعيده عنك. فده النوع الاولاني. النوع التاني بيقول لك لا انا عايز اخد حاجه في الداون تاون، ابقى في وسط البلد. احسن حاجه ان انت تروح في اي بلد تسافرها تبقى في الداون تاون، دي ناس انا اتفق معاها يعني جدا. فبيروح يختار فندق يكون في الحته دي، لو هو عايز فندق غالي هيروح لكونراد وهيلتون، لو هو عايز فندق رخيص هيروح للفنادق والهوستلز اللي موجوده في ميدان التحرير وفي ميدان طلعت حرب، علشان يكون قدامه المتحف المصري، عشان يكون مجمع الاديان قريب منه او في ظهره، يكون كل المزارات السياحيه قريبه منه ويبقى هو في نص القاهره. فدول احسن مكانين تختار ما بينهم يعني. وبرده في مكان ثالث انا احبذه، لو انت خدت فندق في نص شارع الهرم زي فندق اركان بيراميدز، زي فندق حور محب، الفنادق دي فنادق انا شايفها سعرها حلو، بتقدم لك خدمه حلوه، غرفه لوحدك، غرفه كبيره، بتقدم لك فطار الصبح، فندق في نفس الوقت، فندق ده حور محب 3 نجوم، اركان بيراميدز 4 نجوم، الاثنين بيتكلموا في 20 دولار تمام. وفي نفس الوقت انت قريب، انت في نص شارع الهرم، فانت في النص قريب للداون تاون بتاع حوالي 5 كيلو، بينك وبين الاهرامات 3 كيلو، فاللي هو انت بتتكلم في مسافه قريبه. ده برده اللي انا بحبذه. تختلف الاراء في الاول في الاخر، تنور مصر، ويا رب تكون استفدت من الفيديو عندي، وتعرف ازاي هتختار الفندق بتاعك على حسب طبعا امكانياتك، على حسب احتياجاتك انت، وعلى حسب انت حابب ان انت تقعد فين، على حسب المنطقه. بتدخل على بوكينج وتشوف اللي انت عايز تحدده كفنادق، بتحدد الداون تاون، بتحدد هوستل، بتحدد اللي انت عايزه، وفي الاخر بتوصل للفندق اللي انت هتيجي ترتاح فيه هنا ويوفر لك الرفاهيه اللي بالنسبه لك مع رحلتك في مصر ورحلتك في القاهره بالتحديد. هيبقى طبعا في فيديوهات تانية لفنادق في مدن زي الاقصر، اسوان، شرم الشيخ، الغردقه، اسكندريه، بس احنا دلوقتي بنركز في القاهره لان ده اول فيديو واكتر فيديو طلب مني، لان القاهره كبيره حبتين فصعب الاختيار فيها. بس كده ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب. لو عندك اي سؤال برد في الانستجرام على كل الناس، تقدر تخش تسالني. لو حابب تتواصل معايا برده حسابي في الانستجرام موجود هنا وموجود في الديسكربشن تحت، ولو عندك برده اي سؤال ضيفه في كومنت وانا برده هجاوب عليك. بس كده، سلام.